واحد اثنين ثلاث اربع خمس وجوا ست ست على الاشلاء سبع اشياء سبحان الله ربك على لا حول ولا قوه الا بالله لا وصل مية كمان ومؤمن مؤمن هذا مين هذا؟ اسمع هذا بلال زاهر شو دخل؟ الله يرحمهم ضحايا الحرب جايهم جاي ابناء شعبنا هاي هاي اليهود هاي ظهر فلسطين غالي ظهر فلسطين غالي الله يرحمه هيو هاي الاحتلال مصدق اهداف الاحتلال هاي الاحتلال الاسرائيلي هيو اطفال اطفال ظهرك يا فلسطين غالي ظهرك يا فلسطين غالي انا الله اكبر الله اكبر ايش في صار بالضبط وين في قروصنا والاحجار في قروصنا والسقف في قروصنا ونار في قروصنا مش عارفين مش شايفين بعض بس سامعين صوت مش شايفين بعض كله من غير تحذير من غير اي حاجه غير اي تحذير ولا سابق انذار نزلوا فينا خبط خبط عروسنا خبط خبط عروسنا وصلنا لامن العام واحنا نجري يعني من الكرام للعيون واحنا بنجري قاعدين لما فقدناه ورجعنا طول الليل فيش ساعات تخش ولا حد بيخش شاف الله يرحم الله يرحم طلبها ولا حد ممنوع حد يخش كان المنطقه ممنوع حد يخش المنطقه هذه ممنوع حد يخش المنطقه هذه فيش اسعافات فيش اسعافات فيش اسعافات طلعنا نطيح فيش اسعافات حمله فيش ونطلع على هذا ونطلع على هذا حد يشوف طعينه قاعد خمس اسعافات وين جبنا من الكرم من تحت المهم يا جوا قد الشاع عند شاع ظاهر اخذنا جراي ومشي وما حدش معبر ولا حد قايل هنا جاي كلش عسكريين وكانوا ما قدر عنا بالمره بالمنطقه كله ضد المدنيين كان هنا بدك تشرح احنا وين متواجد كرامه دوار الكرامه شارع اللبن فيش اطلاق نار ولا في اي حاجه بسبب انذار نزلوا خبط فينا خبط 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 نزلوا فينا هيا احنا احنا تعال لورا شو الدخليه؟
تعال مجدي هاي مجدي تعال هلا يا ابو حمد طبعا بالنادي العالم تيجي تطلع العيال من تحت الارض حرام عليكم ايش اللي بيحصل هذا بتطلبونا ليش احنا خالص معناش ولا اي حاجه ولا بنحارب ولا اي حاجه احنا قاعدين ومسكين عيالنا في حضننا هدموا الشارع كله علينا نروح يا عالم انقذونا يا عالم في عرض الله الحقونا قبل ما نموت خالص طلعوا لنا العيال حسبنا الله ونعم الوكيل نروح وين ونروح هنا كلها خربانة زي كده وين نروح ناشد العالم الأمة الإسلامية اللي بتعرف الله تنقذنا احنا مسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل على كل عربي متغازل وما بيدعيلنا وما بقف معنا ارحمونا يا عرب انتوا يا عرب وقفوا معنا احنا اخوانكم حرام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا عسكري اها والله العظيم ما في عسكري هنا المنطقة هذه خالية ما فيهاش ولا عسكري ولا اي حدا بخبط حجر حسب العيال كلهم تحت الارض لا اله الا الله ولا قوة ولا قالوا لاي حدا نطلع اجوا على طول دق دق نروح وين مش عارفين نطلع من باب الدار طلعنا لابدين جوا وربنا للستر والحمد لله ان في واحد طيب تحت الارض هنا كتير نسوين واطفال بدنا نطلع قبل ما يجيبوها كلها حسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد مش واقف معنا احنا كلنا مدنيين ولا مقاوم هنا ولا اي واحد شايل ابره مش طلق وزي ما انتم شايفين كل حي بحاله تحت الارض تحت الارض الحمد لله ربنا طلعنا بالسلامه ضربوا فسفور عليش عليش بتضربوا فسفور على مدنيين طب اضربوا على الناس اللي بتطخ اضربوا زي ما انتم بس المدنيين ليش؟ من تعال تعال جانا رسائل تهديئات اسطوانات بعدين رسالات بعدين اتصالات اخلوا الاماكن ما اخذناش الامور على محمل الجد بعد شويه اخذنا الامور على محمل الجد النسوان طلعن عريانات النسوان طلعن بشعورهن النسوان طلعن مش مسطرات عشان مين ايش الخوف اللي احنا بنعيشه يا جماعه بكفي مشان الله يا عالم اسمعونا بكفي بكفي حقوق انسان مين مدور علينا انا خمس ايام بنموت إن خمس أيام من الولاد إن الولد بينام بصعب داب بالطخ والخبط أي حقوق إنسان اللي بتحكوا فيها يا جماعة أي حقوق إنسان أي مين مدور علينا تعالنا تعالنا
دور كرامة ولا ايش حتى سويك المقول هاي صورك يا ابراهيم ولا ايش لا بده 20 مقابل